اسلم اسلم علمك وانا امسك صاد صادق وانا هاجم عليه ها وانا امسك رقبته اوه ايوه ويوم تفكرت وراها سويدي ايه شفته بعد عوده يا رجل ترى ايه عظيمك تدري تدري ان القطط من سلالة الفهود صح الفهود من سلالة القطط يا عيال يا فاشل قولوا لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله حق 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 والله الذي بيده كل شيء ان السالفه ذي صحيح انا في واحد من الجماعه من المصارير يمكن بعض والامير بعد والله ما يقصر يمكن الشيب انا خابرين ذا السالفه معي واحد من الجماعه صارت له مشكله مع احد المعازيب وفك عليها يا معود وفك عليها اسد والمهم انها عانها الله على اسد المهم والسالفه ذي مخبوره ومنزله حتى في مواقع القبيله وكل الخبر ذا السالفه اللي خبر على السالفه على محمد بن تخيل آل فويز المصارير ونعم عليكم زود الله يبيح منه توفى المهم واروح انا لحديقة الحيوان ولا معي اخوي شافي بن عطانان معي بنتي رفوع عمرها 3 سنين تبكي تبي حديقة الحيوان وديتها ولأن يوم جينا فيه زي مطر خفيف اي والله ولأن عند الاسد يا رياجيل ورا الشبك وش اقول لك يا رياجيل اخ استغفر الله كبر البعير تثاوى ولأن واقف انا وشافي وجنبنا مطاوعه 3 عين الاسد قلت عاد انا يو طرجيب يو يظهر كلانا اقول لهم ميد شافي وهم جنبنا يسمعون قلت والله انه لا يظهر علي اني اسوق عمري عليه ياكلني ويخلي رفون ويلتفت علي هم طاوعه 3 ويلتفت علي 3 قالوا ميدي يا ولد تسوق عمرك دونها قلت يا ولد من غلاها والله اني اسوق عمري ما ادري وش ذا بجسس وش خلاني اسولف سالفه ابو تخيل الله يرحمه عليه قلت انا ما اعرفهم قلت اطوع صدق ان في واحد من الجماعه تزذب احلى اسد قال عاد هو وهو يلتفت للسماء قال يا ولد خلي المطر يصب علينا اي والله يا عيال قلت والله العظيم اني صاد ان في واحد من الجماعه قالها محمد بن تخيل ابن فويز انه ذاب حلها اسد قال عاد هو في الحلم ولا في الطبيعه قلت يا رجال يا مطوع انا حلف بالله اقول اخذ ذا البنت قلت والله عدمني ذا البنت اني صاد قال يا رجال لا سد لا يظهر علينا قال انا الواقفين عنده كلهم قلت يمكن قلت ها دامك ما صدقت عنده اخوي معي شافي يا شافي ذمتك ابو تخيل قال بالله تكذب يقول الشافي بن عطان قال بالله تسمع الري وش ذا الرجال اللي بيذبح الاسد هو يقول هي بيقهرني اقوم طاوعتي يعطوني ظهورهم يمشوا فقوم انا التفت عليه قلت وش اللي حاديك؟ الرجال دموعه 4 ميت من الضحك قال يا رجال انت خبر انت تسولف عليهم سالفه متخيل المهم واجي اشغل موتر اذا جايك ترى وش اللي معك؟ كبر اجي اشغل موتر اذا جايك قلت في ذمتي ما تباريني جريم قلت في ذمتي ما تباريني مثل ما فشلت لي عند المطاوعة واركب وامشي اما السالفة اللي يقولها ابو عبد الرحمن انا معه صدقت ولا لا يا ابو ما فيها مال يا ابو طحوس ما فيها انت خلاص اسمع ابو رجي ابو طحوس ولا هون السامة واحد من الجماعة جانا وانا في الاستراحة يوم دخل على عينه ذي طالع تنزغ موت منها تفخ بعينه والله ما والله يا الربع ما زل عليه يوم دخل على انا للرجال من تفخة عينه ولأن جالسين الحبيبي وش العلم وش قال اجلس بعلمكم شيء وله رجال عاقل اجلس اجلس قال والله لاني بحب الخطا ولا اني بدني نشبتني في رجال مع اهله اسمر يقول نشبتنا في حلج يقول هو وقف يقول يشر ويعتذر ويمشي يقول هو حدني ترى نفسي فيها يقول هو وقف بس فانزل عليه قال والله لا حلمت ولا علمت
الا البوكس في وجهي. يقول يوم طحت يقول فوز عمره علي ثانيه. قال ها بعد في خاطرك شيء؟ قلت سلامتك سلامتك. يقول يا ركب ويمشي. قال هذا اللي صار. والله لا جاني ولا جيته، انا اللي ناشم في حلزه سنه على ما قال شيء، سنه الرجال اللي غدا وجه الله لا يبلانا على ايش قال؟ برطمه والله ما عاد تسكر له اسبوع. رشيد علمنا بالسوال، ما تزيد طقيت يا رشيد ولا طقيت. انت انا رمحت صدق يا ابو طاحوس على على مراحك تجيب لا في وجه العدو وتجيب هذا العمال ما حد زد. رمحة ناقة شيء ها منا منا. بس يا ريجي انا لي 4 ايام بجنب